طيب خلينا نرجع تاني للسوشيال ميديا. بيبو اهلاوي بيساله: يا اسلام اساله امتى بدات مفاوضات الاهلي معاه علشان نقفل باب حوارك. طيب متى بدات مفاوضات النادي الاهلي مع اوجستي؟ Well, as I was coaching Zamalek, كم عندما كنت أدرب الزمالك وبالقرب من النهائي وبعد المباراة النهائية قضيت أسبوع لأفكر إذا كنت ما سأستمر مع الزمالك أم لا، وكنت أريد أن أقيم بعض الفرص التي عرضت علي في أوروبا. كما تعلم أنا مدرب أوروبي وأشعر بالفخر وأحب كثيرا إمكانية التدريب في مصر، ولكن بالتأكيد أوروبا كانت أيضا نصب أعيني، ولكن في النهاية قررت أن أتي إلى الأهلي وشعرت أنها ستكون فرصة جيدة عندما تأكدت أن ليس هناك فرص. ده كان بعد نهاية عقدك؟ نعم بالتأكيد. ده النقطة دي مهمة جدا في حاجات أخرى يعني. طيب مين اللاعب اللي أنت بتحبه في النادي الأهلي؟ ده عمر كل اللاعبين يعني. لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. أنا أحب الكثير من الخصائص في اللاعبين. أعرف أن بعضهم لديهم قدرات مختلفة وبعض الخصائص التي يجب إخفاؤها، ولكن في النهاية هو عمل جماعي ولا أستطيع أن أذكر أشياء بعينها. طيب بريتي بتقول، هي كاتبة بالإنجليزي يعني: كوتش أوغستي is a very smart and classy person who's befits the name of الأهلي كلوب and the of basketball in الأهلي كلوب. اوكي ماشي. زينب السيد: we support you, thanks for your effort with the team, we want all champions. يعني نفس المعنى تقريبا زينب بتقول ان هي يعني بتسبورت مستر اوغستي. مدرب ايمن جلبرتو طبعا صديقنا وحبيبنا، مدرب قدير وصاحب شخصيه سامع لاعبين في كسر نحس البطولة العربية بعد 3 نهائيات بأداء مميز. عايش بيقول: ما رأيك في تكريم النادي الأهلي لفريق السلة والجهاز الفني، وانطباعك عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي؟ كانت الحقيقة كان حدث هام جدا، وفي هذه المناسبة كان من المهم أن نشعر أن الإدارة كانت متواجدة معنا في النهائي في الإسكندرية، وهذا يظهر أن الفريق أو النادي بشكل عام متجانس وأن الإدارة تدعم الفريق وتعطيه كل الدعم. أوكي. هل مروان سرحان دعا علاء علي، هل مروان سرحان قادر على تعويض فكوادي في المرتبط؟ كيف نجحت في تطوير أداء أحمد حمدي بهذا الشكل؟ فيما يتعلق بمروان سرحان كانت لديه إصابة قبل أيام من بطولة الرابط، ولم نستطع أن نضعه في التشكيلة النهائية لأنه كانت هناك مخاطرة ربما لأنه لم يكن متعافي بشكل كامل أو أن تسوء هذه الإصابة حتى يستطيع التعافي بطريقة أفضل ويكون على استعداد للبطولات القادمة. حسن درغام بيقول: كل الدعم لنادي قرن الأهلي ولاعبيه والجهاز الفني وعلى رؤوسهم. تمام أنا بشكرك. باسم بيقول: إيه الفرق بين الأهلي السنة اللي فاتت بالرغم من وجود أغلب اللاعبين؟ يعني هو بيقول لك، ده باسم بيقول لك: الفرق ما بين اللاعبين الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه اللي فاتت شفتهم في مباراتين او في 3. أعتقد أن هناك بعض العوامل، المدرب مختلف، بعض اللاعبين مختلفون، ولكن إذا كنت سأقول أو أحدد شيء واحد أو نقطة واحدة هي أن العام الماضي عندما كان اللاعبين يلعبون أمام الاتحاد كانت هذه معظم النهائيات في البطولات، كانت هناك ربما بعض المشاكل لم تكن
تتيح لهم الفرصة لأن يقدموا أفضل ما لديهم، وربما كان هذا ربما السبب وراء فوز الاتحاد في معظم البطولات. بس ولكن أعتقد أن المستوى متماثل، ولكن ربما عندما يشعر الأهلي بالتقدم أو يحرز سيستطيع أن يفوز على الاتحاد. فاطمة بتقول مدرب رائع وعامل فرق مع الفرقة، مدرب كبير بشخصية كبيرة. ده خالد عصام. كاس كساب بيقول مستنيين من كتير منك ومن الفرقة، وعايزين احنا خلصنا البطولة اللي فاتت وعايزين البطولات اللي جاية. محمد حمدي بيقول احنا بنحبك جدا، يعني كله كلام من هذا القبيل. والحقيقة بيجي لك أسئلة كثيرة جدا. نتمنى علاء برضو واضح ان هو متخصص، بيقول نتمنى نشوف عاصم مرعي في الأهلي. تمام، أسئلة كثيرة جدا لمستر أوجاستي بوش. ابعتوا لنا كل الأسئلة برضو، لسه عندنا في السيجمنت الأخير قبل نهاية هذه الحلقة كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها هنسأله لمستر أوجاستي بوش، ولكن بعد هذا الفاصل.